في إطار العودة الفعلية لاستئناف النشاطات التجارية، أشرف وزير التجارة كمال الزيك على الافتتاح الرسمي للمعرض التجاري رمضان في القصر، والذي يستمر إلى أواخر شهر رمضان. احنا اليوم في هذا المكان من أجل تفقد إحدى المساحات التي ستفتتح إن شاء الله ابتداء من اليوم، ومن بين عشرات المساحات التجارية الأخرى اللي تفتح إن شاء الله في كل الولايات 58، وين يتم تقريب الشركات المؤسسات التجار مباشرة مع الزبون بأسعار تفاضلية، يعني بأسعار مخفضة مدروسة. 200 عارض يشاركون في هذه التظاهرات التجارية من أجل طرح مختلف منتجاتهم وتسويقها، لكن يبقى احترام التدابير الوقائية من تفشي كورونا أمرا ضروريا. طلبنا الناس يجيوا للمعرض هذا باسكو فيه حوايج بزاف ملاح لسيدنا رمضان، وخاصة البرودوي دو تيروار، يعني المنتوج المحلي، يجيوا يزوروا لهنا هذا المعرض، وراه يعني كاين حوايج ما شاء الله. أنا شفت المعرض ما شاء الله، يعني فيه كل خير وبأسعار معقولة ما شاء الله. يعني أنا نصيحة لهم يجوا يغتنموا الفرصة، لأنه هذا فرص. المعرض فرصة لتشجيع المنتوج المحلي بكل أشكاله، إضافة لتلبية حاجيات ورغبات المستهلك بأسعار تنافسية.